السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع رائع فيه أدوات كتير جدا للمدرسين والمعلمين والدكاترة، في قوالب جاهزة وخطط للدروس والوحدات الدراسية بسهولة، في تواصل فعال من خلال البريد الإلكتروني، بيعمل خطط للمذاكرة، بيعمل تصميم لأنشطة التقييم وألعاب تفاعلية، وممتاز جدا. خلينا نجرب مع بعض. بص، دي المزايا اللي موجودة، تقدر تيم يشتغلوا مع بعض، يبقى في مراجعة ليهم كلهم وكلهم يقدروا يراجعوا على بعض، يونت بلان، في ايميل هوم، في الحاجات اللي انت عايزها تطلبها منهم. هو بيساعدك على تصميم المحاضرات زي ما انت شايف، ده كده بيساعدك في عمل الخطة. هتقول له مثلا انا عايز اشرح لطلبة مستواهم ايه، تمام، دي المستويات اللي موجودة كلها، فتقدر تختار المستوى، تقدر تحدد الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. ممكن تقول له اعمل لي بقى الاوتلاين اللي المحاضرة بتاعتي، ممكن تقول له عايز يونت بلان، عايز الايميل هوم، وهكذا. طيب، ولكن مثلا هنتكلم على اهمية الحفاظ على الاثار وتعالى هنا بقى التوبيك او الكيوردز، فبدأ بقى يرص لي الحاجات الاساسيه اللي هتبقى موجوده، الاوبجكتيف بتاعتنا، النقط الرئيسيه اللي هتبقى موجوده، الاكتيفيتي اللي هتبقى موجوده، كل الكلام ده بدأ يجهزه لنا. احنا بقى نراجع ونتأكد من ان الكلام ده هو ده اللي احنا عايزينه ولا لا. طيب، عايزين اليونت بلان مثلا، كل اللي عليك تقول له مثلا يونت بلان وتقول له انشئ لي، فهو يبدأ يعمل لك الحاجة اللي انت عايزها، تمام اهوت. ممكن تقول له بقى ايه انا عايزك تزود لي مثلا، هيبدأ بقى ينشئها لك بالشكل ده. انا عايز مثلا الاوتلاين، عايز ديت، اي حاجة انت عايزها قول له بس اد تو ورك سبيس، يبدأ ان هو ينشئها لك. فبتلاقي ال ساعدك كتير جدا في ان انت تجهز المحتوى العلمي اللي انت عايزه ومناسب للطلبه بتوعك. فهو يعني مبدئيا منظم جدا في الشغل بتاعه. ممكن تقول له موديل مثلا اهو، وتقول له اد تو ورك سبيس، المفروض ما تلغيش اللي فات بس عشان بس نتاكد ان هو بيكتب حاجات جديده، تمام، تبقى واضح يعني. فبدأ يجهز لك الماتيريال وبلان يور موديل وكل اللي انت عايزه بدأ يكتبه لك، بحيث ايه تبقى الافكار منظمه. برضو ممكن واحد ايه يعني مركز على نقط ونقط لا، هنا بيقول لك ايه النقط كلها اللي موجوده. طب انا عايز اللاب والماتيريال، طبعا هو المفروض بيكتب بعديها على طول، تمام. لو نزلنا اخر صفحه هتلاقي ان هو عمال يكتب. طبعا لو كتبت له اللي بيحصل في بلادنا ممكن يشتم، فبلاش، خلينا ساكتين احسن، تمام. تيم بيس ده اكتيفيتي، هو طبعا لسه مخلص، اول ما خلص هيبدا بقى ايه يخش في النقطه اللي بعديها. بيجهز لي كمان الاسئله اللي ممكن اسالها للطلبه. فموقع رائع، تمام، وانا استخدمته وما طلبش مني فلوس يعني، ولا حتى قال لي في عايز تغير تروح لبلان تانية او خطة تانية او تدفع فلوس، لا ما شاء الله حتى الان ما طلبش مني فلوس، فاكيد هنستعين بيه ان شاء الله.